أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صندوق الإسلام. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قضية العزلة الإسلامية وعقلية أصحاب الكهوف لما بيعزلوا نفسهم عن البشرية ويبتدوا يروا العالم من ثقب ضيق أو لا يروا العالم على الإطلاق ويعيشوا مع بعض ويتخيلوا عالم افتراضي معادي ليهم. طبيعي جدا أن الشخص المنعزل عن العالم يشعر بعدوانية هذا العالم تجاهه، لأنه مش عارف العالم ده بيفكر إزاي، مش عارف اللغة اللي العالم دي بيتكلمها هي أي لغة بالضبط، فيبتدي أنه هو يضع علامات استفهام حول أي تصرف العالم ده بيعمله من حواليه، فيبدو كل شيء وكأنه عدواني. ده أثر على حاجتين في تاريخنا الإسلامي، أو ثلاث حاجات. أول حاجة أثر على نظرتنا للقائد، فما دمنا إحنا معزولين عن الدنيا بنبقى محتاجين قائد يراقبنا 24 ساعة، يتحكم في تصرفاتنا ويربينا بنفسه أولا بأول، هو اللي يقرر كل شيء، وحدة نتبعه كالقطيع. فده كان بداية الدكتاتورية في التاريخ الإسلامي اللي الدين لعب دور قوي جدا في أنه يكرس ليها. إزاي؟ أنا لما يبقى عندي صورة الإله في الإسلام هو إله غاضب، إله لا يمكن أن تتوقع تصرفاته، إله يراقبك 24 ساعة ويحاسبك حتى على نواياك، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني بيحاسبك لو أنت حتى تخفي ما في نفسك. فكرة هي دي فكرة الأمن الدولة، ربنا هو أول مؤسس لأمن الدولة من منظور إسلامي، إن بيراقبك 24 ساعة وكل حاجة بقى، أي خطرة تخطر ببالك هيعاقبك عليها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المخبرين اللي بيبصوا من جورنان مخروم دول، واحد قاعد هنا واحد قاعد هنا، واكتب عمل كذا، بص للبنت الفلانية، فكر في كذا، جاله خيال هند رستم، وهكذا. فالطفل أو الشاب منذ الطفولة وهو متربي على فكرة عذاب الضمير، متربي على فكرة إن في حد بيراقبني، والسلسلة دي ما بتنتهيش، ربنا فوق، المدرس تحت، أبويا في البيت، ضابط الشرطة في الشارع، كل المجتمع صاروا آلهة صغيرة بتراقبني 24 ساعة، فأروح فين؟ وأطور إزاي تصرف صحي عقلاني؟ إزاي أكون مسؤول؟ إزاي يخرج مني شخصية مسؤولة، مسؤولة عن قراراتها، قادرة على اتخاذ قرار من الأساس، شخصية سوية تتعامل مع المجتمع ومع العالم بصورة صحية؟ صعب، صعب إن في مجتمعاتنا حد ينشأ بطريقة صحية، إنه يفكر وياخد قرار. هتفكر يعني لازم يبقى قدامك الفضاء للتفكير مفتوح، لكن طب لو تفكيرك ده وصلك لشك، طب ما تبقى كارثة، يبقى ملعون أبوك يا تفكير، ما تفكرش، الشك وحش. وبعدين تفكر ليه؟ ما هو الحقيقة ربنا أوحاها إلينا وما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى أنت محتاج تفكر أساسا ليه؟ عايز تكتشف إيه؟ ما ربنا قايل لك عايز تكتشف إيه؟ لو 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 ربنا ما قالوش في القرآن هتلاقي النبي قاله في حديث، لو النبي الحديث مش واضح الشيخ الشعراوي يشرح لك، لو الشيخ الشعراوي ما قضاش الشيخ محمد حسان أو الشيخ عمرو خالد
أو الشيخ معتز مش عارف مسعود ولا مصطفى حسني، ما يعني في كذا صورة كده، إن حد دايما هو اللي بياخدك من إيدك، أنت ما توصلش النتيجة بنفسك، لأن الحقائق كلها موصلة لبعضها في الفكر الإسلامي، فغير مسموح لك أنت أنك تخش السراديب دي، لأن ده ممكن والعياذ بالله يخليك تسيب الملة خالص لو ابتديت تفكر بقى وتقول إيه، طب إزاي الكلام ده من عند ربنا بقى، ازاي ربنا يشتم ابو لهب وهو وماله مال ابو لهب مثلا، يعني لو ابتديت انت تفتح القنوات دي لا انت هتفكر اخرس خالص، اخرس نهائي، ما ينفعش. فده شوه فكرتنا للتعليم، ان احنا ما بنعلمش اولادنا ان هم يعني يفكروا وياخدوا قرارات بنفسهم، لا احنا علم أولادنا إن هم يكونوا جزء من القطيع، إن هم يكونوا انهزاميين، إن ما يكونش لهم شخصية مستقلة، إن هم يتبعوا ما هو مكتوب فقط ويرددوه كالببغاوات. وده قصة التعليم الإسلامي منذ بدايته. هتقول لي بس النبي قال اطلبوا العلم ولو في الصين ومش عارف، وطلبوا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والحاجات اللي كنا بنقراها على أسوار المدرسة، أسوار نفس المدرسة اللي ما كانتش بتعلمنا الكلام ده، يعني ما كانتش بتعلمنا الحرية في التعليم والانفتاح في التفكير والكلام ده كله، هي شعارات وخلاص، زي شعار أرسلناك رحمة للعالمين، وزي شعار الإسلام حرر المرأة، وزي شعار المسلمين هم اللي نوروا أوروبا وهم اللي دخلوا العلم والكيمياء والفيزياء والمنجنيق والفوسفات وكل حاجة. فأول فكرة علشان يكون في تعليم نقي وتعليم مفيد، إن في open end وانت بتفكر، إن يكون فضاء التفكير مفتوح والنتائج مش محسومة قبل ما أفكر، تفكيري هو اللي وصلني النتيجة، تفكيري هو اللي وصلني ده صح ولا غلط، الدين ده حقيقة فعلا ولا مجرد تراث فرض عليا وانا عشان بقالهم 1400 سنة بيكرروا نفس الكلام يبقى هو صح، حتى لو في خطأ كررته 1000 مرة يظل خطأ، بس احنا طبعا من كتر ما بتسمعه 1000 مرة، من كتر ما بتتفطم عليه مع لبن امك وانت طفل، من كتر ما بيكرره لك في المدرسة في الكتاب وفي المدرسة في الحضانة في الجامعة في كل مكان، في الجامع في القعدة مع الاسرة، تظن ان هي دي الحقيقة المطلقة والاخرين هم اللي ولاد 60 كلب. بس ده مش تعليم، تعليم انك تدي الطفل ادوات التفكير، ادوات النقد، ومن بينها نقد الذات، انه يراجع نفسه، انه ما يمضيش لحد على بياض، انه دايما يراجع نفسه. والكلام ده انا بقوله اكتر من مره، حتى الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي او بقوله لك دلوقتي مش حقيقه مطلقه، ده مجرد دعوه للتفكير، وكل واحد ياخد خيط الدعوة دي ويدور بنفسه، واللي عايز بجد هيلاقي، اللي من داخله صدق انه عايز يعرف هيعرف، مش معضلة كبيرة يعني. لكن عندنا مليون عائق في ثقافتنا الإسلامية تمنعك انك توصل، هتلاقي أسوار وأسوار وأسوار، سور الخوف من الشك، سور الخوف من جهنم، سور الخوف من حد الردة، سور الخوف من الحصار المجتمعي، ده الواد ده ساب الإسلام، سور الخوف من نفسك، سور الخوف من انك مش تلاقي حاجة تقف على رجليك، ان ما تلاقيش مكان آمن تقف على رجليك فيه ثابت، خوف 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 خوف. طب وإيه اللي هيطلع من طفل ربوه على رقيب وعتيد، ربوه على الخوف من الثعبان الأقرع اللي هيضربه في القبر، ربوه على الخوف انه لو ايده ما تبلتش كفاية وهو بيتوضى هيتتحرق يوم القيامة، صور جهنم، كل ما روح مسجد يلاقي شيخ عمال يتشحتف، ويوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد، صورة إله سادي قاعد مبسوط من حرق الناس، العذاب العذاب. فالخوف
ناصح غير أمين. الخوف بيشوه تفكيرنا، بيشوه علاقتنا ببعض، بيشوه علاقات المسلمين ببعض، وبيشوه علاقات المسلمين بغير المسلمين. الخوف من وحش. اللي قبل صورة إله بهذه الوحشية ما بيعرفش يتعامل مع الناس بصورة صحية أو بصورة طبيعية. والتعليم الإسلامي كان عنده هذه الأزمة. صحيح، ولا ننكر أن كان فيه فترات في التاريخ الإسلامي كان فيها بعض من التفكير، كان فيها بعض من العلوم والبحث، لكن كلها كانت فترات الدين لا يلعب فيها دور قوي في المجتمع، إنه مجرد حاجة للبركة كده، لكن اللي بيرقص يرقص، واللي بيشرب خمر بيشرب خمر، واللي بيتكلم عن الأشعار حتى ضد الإسلام كانوا بيقولوا. وزي ما قلت لكم في حلقات سابقة إن رواد الحركة العلمية دي كلهم، سواء بقى ابن موسى الخوارزمي، سواء حسن الهيثم، سواء ابن سينا، سواء الفارابي، هتلاقيهم كلهم ما كانش لهم علاقة بالدين، ما هو اسما ينتموا للمسلمين، زي ما في مسلمين كتير النهاردة مجرد اسم، لكن لما تتكلم معاه يقول لك أنا ما بصدقش الخرافات دي، أو هو تحول من دين لدين وخايف حتى يقول. ليه؟ ما أنت عارف هيروح في 60 ده، أو ألحد وخايف يقول، مش عايز مشاكل مع مجتمع. فهو منذ البداية وهذا الدين يجبرك على النفاق، يجبرك على أنك تتقمص دور غير اللي أنت بينك وبين نفسه بتلعبه في حياتك. يبقى تلعب دور وانت مع نفسك، وتلعب دور وانت قدام الناس. وده سر كبير من أسرار وأسباب التشوه اللي حصل في عقليتنا، ده سر كبير في أمراض كتيرة هنبقى نتكلم عنها باستفاضة، وإحنا بنتكلم عن التحرش الجنسي، وإحنا بنتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة. والنهاردة إحنا في صدد الكلام عن التعليم. التعليم الإسلامي جاي منين ووصلنا لحد فين؟ التعليم الإسلامي اللي بدأ بفكرة إن في رقيب وعتيد بيتفرجوا عليك، وإن ده أهم شيء تعرفه. التعليم الإسلامي اللي واخد مبدأ إن ما فرطنا في الكتاب بالشيء، الحقيقة كلها موجودة في القرآن. التعليم الإسلامي اللي بادئ بمبدأ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مش بالعلم، مش بالتفكير الحر، مش بالعمل والإنتاج، لا، أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. طب والإسلام عايز مننا إيه؟ جاهد في سبيل الله حق جهاده ولا تموتن إلا أنتم مسلمين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كثيرا. وفي وقت العلم وانت حياتك كلها حروب وفتوحات، وحروب وفتوحات وعداء مع الآخر وتوجس من الآخر. قلنا في الفترات اللي الإسلام ما كانش بيلعب فيها دور حصل تعاون مع ناس عندهم علم، زي السريان، زي اليهود، زي صابئة الفرس، زي يعني بقايا التراث الإغريقي، خدناهم مزجناهم في بعض، ده أنتج حضارة أكيد كانت موجودة سواء في الأندلس أو في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة لحد القرن العاشر والقرن الحادي عشر. حصل حاجة وفي القاهرة تحديدا ابتدت تغير منظومة التعليم. في الوقت ده كان ابتدوا في المدارس يعلموا كيمياء وفلسفة وفلك وطب. والفاطميين لما جم مصر عملوا الجامع الأزهر، وكان فيه بدايات مبشرة لتعليم أوسع، ما كانش لسه وصل أوروبا، حصل، أيوة ما بننكرش الكلام ده. بس إيه اللي حصل بعد كده بقى؟ اللي حصل بعد كده إن الإمبراطوريات الإسلامية دي ابتدت تتفك. ما كل واحد يقول لك الحقيقة عندي، ومحمد نفسه قال يعني ستنقسم أمتي إلى 70 شعبة، وما فيش غير بس شعبة واحدة بس فيهم هم اللي هتبقى الفرقة الناجية، كلهم في النار إلا واحدة.
فكل واحد فرقه مفكره نفسها الصفويين والعلويين والسنه والشيعه والاثنى عشر والبنكرياس يعني ما بتبطلش. كل واحد مفكر ان الفرقه بتاعته هي الفرقه الناجيه. ازمه كبيره ومصيبه، ازمه كبيره ومصيبه. فجاء في عصر الدولة الفاطمية لما بقى إيه حصل تفتت وما بقاش في حاجة اسمها الإمبراطورية الإسلامية، لا كان في بقى إيه إمارة هنا وإمارة هنا، وبعضهم كان على فكرة يتعاون مع الصليبيين ضد إمارات إسلامية تانية، وبعضهم يتعاون مع المغول ضد مسلمين. فالقصة مش حكاية الإسلام ضد أعداء الإسلام والهجس اللي احنا بنسمعه في كتب التاريخ الرسمية. الدولة الفاطمية بدأ فيها نظام دمر التعليم في التاريخ الإسلامي كله. النظام ده اسمه نظام الوقف. إيه نظام الوقف؟ القصة إن عندنا مثلا قائد عسكري، كل إمارة عايزة تحصن نفسها، لأن ده بيحارب ده ومسلمين بيقتلوا في مسلمين، تدبيح وإبادة جماعية. فهو أمير إمارة عايز يضمن ولاء قادة الجيش، يعمل لهم إيه بقى؟ ما فيش فلوس، خزانة الدولة مش مليانة، الحروب أنهكت المسلمين. فعمل نظام الوقف إنه يدي قائد عسكري حي كامل كده إيه مثلا في مصر القديمة زي حي الحسين مثلا، يقول له أنت المدارس اللي فيه والمسجد ده وقف ليك، بدل ما يدي له فلوس. فالقائد العسكري ده بيروح المنطقة دي كلها يشوف المدارس اللي وقعت تحت سيطرته دي، يقول لهم انتوا بتدرسوا هنا ايه؟ فيقول له حضرتك بندرس كيمياء وفلك وطب فهو يقول لك لا 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 كلام فارغ، انا ما يلزمنيش الكلام ده كله، انت درس دين ولغة عربية وقول ان القائد خاطب قائد باي ولا خاطب حوش ولا حت حت حتب، القائد ده زي الفل وهو اللي منور القاهرة وهو اللي بنى وهو اللي عمر وهو اللي هزم الأعداء وكل حاجة. منظومة التاريخ اللي احنا بنقراها النهاردة كده، بس غير اسم القائد وحط أي حد وخلاص، مجد من القائد، عظم من تاريخك، انسى العلوم كميتي الكلام اللي ما بيأكلش عيش ده، فلسفة انت عايز هتتفلسف عليا يعني كلمة دي. خلي بالك لما حد يقولك ما تتفلسفش عليا بيكون شتيمة. الفلسفة اللي هي نهضت بأوروبا احنا بناخدها كحاجة كده ايه ترفيهية بتشوه التفكير وملهاش لازمة، هتبطل فلسفة بقى، هتفلسف عليا حاجة وحشة. فهو نفس الحكاية، القائد اللي هو كان وقع تحت ايده الحكم ده قالك ما تدرس طب وما تدرس كذا، قول بس كده الله والرسول قال، وقول القائد الفلاني ده زي الفل وواد كفاءة ومية مية. وهو التاريخ ماشي على حد كده، شيل ده وحط بقى مبارك، حط ملك مش عارف مين، حط بن علي، حط القذافي، حط صدام، شيل دول وحط القادة المسلمين الإسلاميين اللي مسكوا مكان، هي هي نفس المنظومة كله خارج من هذا الشأن. ومشي التاريخ وظل المدارس ما تمتكش حاجة بقى خلاص، الزمن ده ولا بالضبط من 1000 سنة الزمن ده ولا بقى، لا الصليبين هم اللي كانوا لسه الصليبين جم ولا المغول هم اللي ضموا، لا احنا نفسنا اللي نظرتنا للدين ونظرتنا للعلم هي اللي دمرت الدين. ومشيت الدنيا لحد كده، احنا انفصلنا تماما عن العالم، وزي ما قلت من بعد الحروب الصليبية ما جوش ناحيتنا أصلا الغرب عشان يدمرنا، فإحنا كان ممكن نعيد النهضة مرة تانية ونعمل حاجات جميلة جدا من القرن الـ13 للقرن الـ18، ما عملناش. مين بقى اللي جاب مسك حكمنا لما الغرب سابنا في حالنا؟ الإخوة العثمانيين. العثمانيين جم حكموا بلادنا أكتر من 400 سنة واقترفوا أكبر ذنب في تاريخ التعليم في العالم كله. احنا عارفين ان في القرن الـ16 بداياته كده جوتنبرج
عمل آلة الطباعة في ألمانيا. آلة الطباعة دي غيرت التاريخ، خلت الناس يعني يبقى عندها قدرة أنها يبقى عندها كتب خاصة بيها. الكتب كانت حكر على الأمراء وبعض الكنائس في أوروبا وخلاص، لكن الطباعة خلت كل بيت فيه كتب والناس تقرأ وتفكر، وأفكار التنوير تنتشر، النظريات العلمية الحديثة تنتشر. فجاء العالم كله كان يعني هيتجنن على هذه الآلة، كله ابتدى يستوردها إلا الدولة العثمانية اللي كانت معظم الدول الإسلامية بقى تحت سيطرتها. العلماء الدين هناك رفضوا، قالوا لا، الآلة الطباعة دي ممكن تطلع قرآن مش صح وتنشره، فنفقد إحنا السيطرة على البشر، فممنوع. فعزلنا نفسنا عن التاريخ عشان خوفنا على المقدس وخوفنا على أن القرآن يتحرف، اللي البشرية كلها حققته إحنا ما حققناهوش. الثورة العلمية والفكرية والتنويرية إحنا نايمين في ثبات عميق وما قدرناش نستفيد من هذا الشيء. حتى لما الحملة الفرنسية على مصر جت ومعها آلة الطباعة، علماء الأزهر كسروا الآلة على في ميناء أبو قير، ده ماكينة الشيطان، حتى بوظ القرآن. العقلية دي بقى قيس عليها كل اللي احنا عملناه مع العلوم ومع الفكر الغربي ومع فكرة التنوير، لا ده شيطان، لا أي حاجة جاية من أوروبا تبقى كفر، لا ما ينفعش الكلام ده كله. وتمر السنين بعد ما جوتنبرج عمل آلة الطباعة وإحنا ما عرفناش نستخدمها، جاء عمك زكربرج عمل الفيسبوك، وجم الأمريكان عملوا جوجل، والإنترنت بيحاول دلوقتي إن هو يصلح الأخطاء اللي ارتكبناها على مدى 500 سنة. بس ال 500 سنة اللي بين جوتنبرج وزوكربيرج طوال قوي، نمنا أكتر من اللازم وفاتنا الكتير، وأن الأوان بقى إن نبطل عن جهة كدابة ونعترف إحنا فقدنا إيه، ونعترف إحنا فاتنا إيه، ونعترف ان الاسلوب القديم في التفكير عجزنا وعزلنا عن العالم، وان العزلة بتأذينا احنا، وبعد ما تأذينا والعنف يستشري فينا نبتدي نصدر امراضنا للاخرين، زي التحرش الجنسي وزي الارهاب وزي اضطهاد المرأة. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقات القادمة. تابعونا على قناة اليوتيوب حامد.TV وعلى صفحتنا على الفيسبوك بوكس اوف اسلام.